يا صباح الخيرات عن جديد. الانتشار الواسع على السوشيال ميديا خلانا نستعيد عن الروح لعند الطبيب ونفضل نقرأ دراسات ومقالات وأبحاث طبية عن أي شيء بيخطر ببالنا. هذا الشيء بظن أنه هو أثر بطريقة سلبية على صحتنا. بالنهاية هي المراجع هي مجرد دراسات عامة، وكل شخص هو حالة خاصة وبيحتاج لخطة علاجية محددة تختلف كتير يعني بكتير من الأحيان عن علاج مشكلة معينة عن شخص تاني. تماما يا مشلين، وبسبب هذا الشيء ظهرت العديد من الشائعات والخرافات وتحديدا التغذوية. وطبعا ما بننسى تجارب الجارة والأخت والرفيقة بالشغل وشو عملوا أنظمة غذائية وجربنا هاي الأنظمة واللي نحفت عليها جارتنا ممكن نحن ننحف وممكن ما ننحف. رح نروح فورا ونجرب هذا النظام لنشوف شو النتيجة، وهذا الشيء كتير خاطئ. ولنوضح أكثر صارت معنا اختصاصية التغذية نهى سعد الدين. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخيرات نهى، أهلا وسهلا فيكي. معنا اليوم يعني هذا الشيء اللي عم بيصير مع أغلبنا، نقرأ دراسة نقول مفيد كتير كتير، هاي لازم اليوم أنا صبح وظهر ومساء مثلا الموس، عرفتي أي شيء بنقرأ لأن إحنا متوجه له بطريقة لا واعية إذا فينا نعبر عنها. خلينا نحكي بداية إنه شو هي أهمية اللايف ستايل بحياتنا والأنظمة الغذائية فعليا إنه تكون مدروسة. تمام، هلأ بداية فينا نحن نحكي عن التغذية إنه هي مو بس مختصة بموضوع أنه أنا التغذية، أنا شخص أعاني من السمنة فأنا بتوجه للتغذية، وأنا شخص أعاني من النحف الزايد فأنا بتوجه للتغذية. التغذية حقيقة هي أكبر من هيك بكتير، وإلى دور علاجي كتير لبعض الأمراض، مثل أنه مثلا أنا عندك أنت نظام غذائي عادي لموضوع النحف والسمن، بس كمان بالمقابل عندك نظام غذائي علاجي هو مطور من النظام الغذائي العادي، يعني بإضافة بعض الأطعمة أو إزالة بعض الأطعمة اعتمادا على حالة الشخص. في أشخاص بتعاني من حساسية من بعض الأطعمة، في أشخاص بتعاني من يعني ما بتتحمل مثل ما عم قلك الحساسية، في عالم مثلا بتأثر عليها هاي الأطعمة صحيا، عرفتي كيف؟ بطريقة سلبية. التغذية مو بس لها علاقة بموضوع الشكل أو الشيب تبع الجسم، كتير لها علاقة علاجيا. تماما، يعني نحن مو نتجه بس انه لحتى ننحف او نسمن، لا هي موضوع علاجي كمان لكثير من الامراض، وطبعا حسب طبيعة كل شخص والاشياء اللي بيقدر يتقبلها. قديش مهم انه نحن نكون واعيين بموضوع التغذية، نبعد عن كثير من الانظمة الغذائية اللي ممكن يعني اصدقائنا زملائنا جارتنا قامت فيه، فانا حسيت فعلا شافت واخذت نتيجة، اعطيني البرنامج انا كمان بلش فيه، ممكن تاخذ نتيجة وممكن لا. قديش خاطئ نحن نفوت بهذا المود وهذا المجال ونبعد عن الاختصاصي والاستشاري اللي ممكن هو بيدرس حالة الجسم بطريقة صحيحة. للأسف نور 100% حكيك، يعني أنا عن جد مثلا بتراجعني صبية إنه أنا أخذت نظام من بنت خالتي بس هي نحفت عليه، أنا ما نحفت، أنا ما عم منزل ولا كيلو، شو السبب؟ طيب ما هذا النظام ما بيناسب حالتك، بداية كأطعمة ممكن تكون إنه ما بتناسب وضعك الصحي، ثانيا إنه هذا النظام بيكون محسوب كسعرات حرارية، بنت خالتك ممكن تكون بتحتاج 1200 سعرة، أنت قد تكوني بتحتاجي أكثر أو بتكوني بتحتاجي أقل، فحسب وزنك وطولك وحالتك الصحية وشكل الجسم وتوضع الدهون والعضلات وتمركزها، الوزن كمان بيختلف، وزن هون وزن طبعاً. هون في بعض طبعاً. الأشخاص إنه وصلت تصيري على مثلا 70، أنا وزني 70، أعطيني أنظمك الغذائية، يعني أنا وياكي نفس الوزن فلازم بلش فيه. أكيد لا، لأنه أصلا يعني ممكن تجي نور وتجي معك رفيقتك، نور مثلا طلع وزنها على فرض مثلا 60، صديقتك 60، طلعي هيك انه كيف في كثير فرق، مثلا نور كثير انحف من الصبيه اللي معه مع انه تنتين نفس الوزن، طب في كتله دهنيه وفي كتله عضليه وفي كتله سوائل، في كثير قصص، يعني الوزن ما له علاقه، وما بصير الواحد انه هذا النظام للي وزنهم 60 وهذا النظام للي وزنهم 70، هذا الشيء خاطئ تماما. يعني بالمختصر المفيد في اختصاصيين في دكاتره عم يدرسوا كل هاي الدراسات، مو لحتى نحن نشوف نظام غذائي عند حدا او على الفيسبوك او غيره ونبلش نستخدمه. طيب خلينا نحكي شوي على اشياء الخرافات يلي بنسمعها بالانظمه الغذائيه وخاصه بما يخص الدايت، يعني انا بدي انحف ففي هيك خرافه بسمعها وبطبقها وبمشي عليها بصدقها. والله ليكي لقلك الخرافات حدث ولا حرج، يعني انا الشغلات اللي عم اسمعها عن جد قاتله غير منطقيه نهائيا، الجوجل حيقتل الدنيا. بتقلك انا فتحت عملت سيرش على هالقصه وهو هيك مكتوب، طيب
انت شو المصدر؟ يعني شو المصدر؟ شو اللي بيأك انا اليوم بقدر افتح موقع نزل عليه معلومات تكون كلها صحيح. مغلوطه؟ يعني ما فيكي انت بدون ما تكون المرجع متاكده منه 100%. يعني مثلا اخر شغله هي اللي صدمتني، انه المي بتسمن. حلو. انه انا اذا شربت مي بيطلع لي بطن، فانا ما بدي اشرب مي. علما المي الزياده هي اللي بتنقص 100% بتساعد على انقاص الوزن. عندك مثلا انه الاشخاص اللي بيلعبوا رياضه مثلا، انه انا ما بدي العب رياضه كبنات مثلا، انه بوجهها على النادي بتقلي لا 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 ما بدي العب انا رياضه، ما بدي يطلع لي عضلات، بينتزع شكل جسمي. طيب انت يعني الرجل اول شيء التستوستيرون ماله موجود بجسمك بكميه بتساعده انه يطلع عندك عضل. ثاني شيء الرجل عم ينزل على النادي عنده كميه تستوستيرون وعم ياخذ فوق منه بروتين، وها شيء انه عم يقتله في تمارين معينه كمان. هلا ممكن بعض الصبايا تصير معهم هي الحاله العضل، تبع انه هي يطلع لها عضله نتيجه يعني لعب خاطئ مع نوع تغذيه خاطئ، فبتحس انه هي طلع لها عضل. اكيد ما رح تصير مثل الرجل. يعني المشكله لقلك شو اللي عم بيصير، تنزل على النادي بتلعب رياضه وما بتنتبه على اكلها، فتلاقي حالها انه عم بيتكون شحوم فوق العضله. تمام. يعني هي مو العضله اللي عم تكبر، هي عم يزيد وزنها، لانه هي بتقلك ايه خلص انا فيني اكل اللي بدي اياه، انا عم منزل على النادي. طب لا، النادي 30% فقط، الاكل 70%. حاله تشاركيه هي 100%. كمان مثلا البيض، هي من الشغلات الخاطئه، انه اوعك تاكلوا بيض بيرفع الكوليسترول. طب البيض ما بيرفع الكوليسترول ابدا، هو الا عند الشخص اللي بيعاني من الكوليسترول. تماما. حتى هو بيرفع الكوليسترول يعني المضار. ايه تماما عرفتي. وانا ما عم اقول بالنهايه الواحد ياخذ 15 بيضه، يعني عرفتي عندك كثير شغلات. مثلا القهوه، اغلب على فكره اخصائيين التغذيه بيقولوا لك لا تشرب قهوه بترفع الضغط. طب اوكي هي بترفع الضغط، بس من المقابل اذا شربتها بكميات كثير عاليه فنجان باليوم ما حيرفع الضغط، بالعكس القهوه كثير مفيده. صحيح. كثير مفيده على فكره. اخر دراسه قراتها انه القهوه بتساعد على تخفيف اعراض يعني انه الزهايمر، انه مشان الزهايمر بتحمي منه وبتقي منه على المدى الطويل يعني. فأكيد وكمان بتعطينا هيك حاله من الطاقه، يعني نحن ما عم نحكي مثل ما قلتي حط ركوه القهوه لعيله وانت تشربها كلياتها، بس اكيد فنجان او فنجانين فهنن لهم الكثير من الفوائد. حتى في موضوع الخبز مثلا ذكرته، مثلا كمان اغلب اخصائيين التغذيه انه خدي الحبوب الكامله، انه هذا كثير بنحف الخبز، لا تاخذوا خبز ابيض الخبز. طب ما في عالم بالمقابل عنده حساسيه من الجلوتين، ما فيكي انت انه تعطيها هذا النوع، يعني صح. مو اي شيء، في كثير مشاكل. ايه حتى 100%. ممكن نحن نبعد عنها. طيب نحن حابين نحكي بشكل منطقي واقعي اكثر، الوجبات الغذائيه، الفطور شو لازم يتضمن، الغداء شو لازم يتضمن، العشاء شو لازم يتضمن، اذا في سناكات شو لازم تتضمن، وخصوصي بعض الاشخاص انه انا ما بفطر بس بتغدى وما بتعشى، بس يعني باكل هيك صحن فواكه فما بسمن. نور انت حقيقه هلا نوهتي على شغله كثير مهمه، موضوع الفطور. هي من احد الشائعات والخرافات اللي بيقولوا لك تبع انه اذا ما فطرت تنحف، انه خلص انه لانه أنا اذا لا فطرت فتحت نفسي وقابلتي على الاكل فبدي اتغدى واتعشى. خلص انا بشرب فنجان قهوه او فنجان نسكافيه، طبعا 3 بواحد الكارثه هي كمان اللي بيعمل ثبات وزن فيه نسبه سكر عاليه، بغض النظر عنه ما بدي لا افطر لا اتعشى، انا بس بتغدى وما عم ينزل وزني، ليش؟ مع انه ما عم باكل غير وجبه باليوم. طب ما في شغله كثير مهمه، انه انت في مثلا عند شخص وزنه 70 كيلو من الصبح للمساء على وجبه واحده، شو حيصير؟ الدماغ حيعطي سيالات لما تفوت هي الوجبه على الجسم. مو انه هضمها، لا تهضمها، ما في غيرها، ما في غيرها، خبية. اذا اكلتها خالص يعني عرفتي؟ ايه فعلا خبيها، فما رح ينزل الوزن نهائيا، بالعكس الفطور من اهم الوجبات. انت لما من الصبح بتعطي حالك طاقه بتحفز جسمك انه يبلش يحرق، بعد منا نلحقه بوجبه خفيفه اللي هي السناك مثل ما قلتي نور، ممكن يكون عباره عن قطعه فواكه، كمان انه تحفيز لانه هي طاقه كمان حرق، مشان عرفتي كيف يعني؟ بالعكس انا كثير مع تنوع الوجبات. طيب بما انه عم تحكي عن فكره تنوع الوجبات، كمان كثره عدد الوجبات بنسمع من اختصاصيي التغذيه هي القصه، وكمان بنقرا عنها بنشوف اشخاص بيتبعوها، انه انا ما باكل 3 وجبات، ممكن 5 أو 6 وجبات، ممكن يكون في سناكين و3 وجبات رئيسيه، صحيح هاي الفكره ولا لا؟ مو مغلوطه طالما لكي في نحن عندنا قاعده هي كالوريز ان كالوريز اوت. تمام. ف
فطبعا مو معناته انه اي نوع كالوريز لازم يكون متضمن الشغلات يعني موزعه بين 30% مثلا كارب 20% كذا كذا كذا. أوكي. مو كلياته دهون ولا كلياته سكر، عرفتي كيف؟ فا ايه ما في مشكله يعني اذا انت مثلا عندك 1300 سعره حراريه وزعتيهم على 5 وجبات ولا 6 وجبات ما في مشكله، ما في اي مشكله، بالعكس انا مع هذا الشيء. انا غلط يعني انه بحس انه وجبه ثقيله، وجبه صغيره بس تعداد كثير. ايه ممكن بعد شوي انه مثلا اكلت شوي منصحني، ممكن بعد شوي انه اكل باقي الصحن، ما في داعي انه انا اضغط حالي بدي اخلص كل هذا الصحن، خصوصي للصبايا اللي بدهم يزيدوا وزنهم. تمام. يعني بتقعد بتحسيها عم تتعاقب يعني انه هي وعم تاكل، لا فيكي بعد شوي خلص معدتك ما تحملت الاكل، بعد شوي كمليها للوجبه مو خلاف. ما بنقدر لانه يعني اذا في تحلايه بعدها فلازم اخلص الوجبه الموجوده مشان اتحلى يعني. هلا تحلايه هذا شيء ثاني بقى. هون بلشت. طيب اللي مثلا ما بيتعشى بيحط صحن فواكه متنوع، هل ممكن بتسبب السمنة؟ لا هو شيء طبيعي، لا شيء منيح، لا شيء سيء، خبرينا أكثر. هلا الفواكه بحد ذاتها بيقولوا لك إنه مثلا أنا قد ما أكلت فواكه خلص ما بتسمن عادي. فواكه كتير مفيدة وغنية بمضادات الأكسدة وغنية بالفيتامينز، ولكن ضمن رينج معين، مو معناته إنه أنا خلص قد ما بدي كمية تمام. فانه ايه مو مشكله اذا الواحد اخذ، انا مالي كثير مع انه الفواكه تكون بالليل بديله عن وجبه لا العشاء. انا بفضل بالليل يكون العشاء بصراحه بروتين كثير افضل. ممكن ناخذ مثلا سلطه تونه، ممكن ناخذ سلطه جرجير، ممكن ناخذ اي نوع سلطه، بس مالي كثير مع الفواكه. بس بغض النظر الواحد حابب ياخذ صحن فواكه، يعني اذا حط مثلا 10 حبات فريز وتفاحه شو السمن اللي ممكن يسمنه؟ وإذا حطينا كمان كرز وكيلو جوزان ريك وبطيخ أصفر ويعني كلهم؟ ما بفكر فيهم واحدة واحدة. أنت عم تفكري كم حبة؟ لا نحن بنحط صحن 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 صحن. أنا حاسستك حتحطي عليهم قشطة وشوكولا وكريمة وتكمليها على سلطة فواكه كاملة. لا هيك اختلف الموضوع تماما. لا صار كثير. لا مثل ما عم قلك مو خلاف، يعني فيكي كرز مثلا تاخذي 15 حبه، اليوم اللي بعده خدي الجانريك، خدي البطيخ الاصفر، خدي اللي بدك، بس مو كله مع بعضه. عرفتي شو الفكره؟ 100% او نوعين. شكرا كثير لك، يعني معلومات مغلوطه بنسمع كثير عنها واليوم انت صلحتي لنا اياهم. يعطيكي الف عافيه، سعد صباحك. صباحك كثير لك، سعد صباحك.